الباب الواحد والأربعون وثلاثمائة. باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وضعفه الشيخ الألباني.